مشاهدينا الكرام ونستكمل معاكم برنامجنا المسائي. اعتمد المهندسون في تصاميم المدن والمباني لتصبح مكانا مهيئا للعلاج واستعادة القوة الجسدية من خلال تزويدها بإضاءات طبيعية وتضمين النباتات والمكملات التي تحفز العملية العلاجية. وفي موضوعنا اليوم في برنامج حديث المساء سوف نتعمق أكثر في مجال العمارة العلاجية والعلاج بالفن مع ضيفتنا المهندسة المعمارية مروة علي. حياك الله مهندسة مروة. أهلا بحضرتك، الله يحييك. يا مرحبا. الله يحييك. كلام يعني مقدمة جميلة جدا وشرح جزء كبير جدا من الموضوع. يعطيك العافية، لكن اليوم نتعمق في هذا الشرح. نعم. ونتعمق في هذا المصطلح. بداية ما إذا وضعنا مصطلح لهذا الموضوع وهذا التعريف تحديدا. الموضوع العمارة العلاجية في ليه يعني مفهوم عام معظم الناس عارفاه. لو قلت عمارة علاجية بتيجي في أذهانهم على طول المستشفيات، إنه تصميم المستشفى أو العمارة الخاصة بالمستشفيات. صحيح. ده كان يعني المراكز المهيئة بالضبط. لحد فترة من الزمن كان الموضوع صحيح، فعلا في عمارة مخصصة للمستشفيات ولازم تكون دارس المستشفيات بشكل صحيح عشان تقدر تصمم مستشفى. بعد شوية تطور الموضوع، أصبح في عندنا المباني الاستشفائية أو المنتجعات الاستشفائية، وأصبح في السياحة العلاجية، إنه أنت تقدر تسافر لمكان مثلا ممكن يعني لا قدر الله تعمل عملية بسيطة أو حاجة وتقعد فترة النقاهة في منتجع استشفائي. بعد كده إحنا النهاردة بقى في عندنا ناس مش قادرين نسميهم مرضى ونحطهم في المستشفى، ولكن هم محتاجين لموضوع العمارة العلاجية، زي مثلا أطفال التوحد. أطفال التوحد موجودين ومدموجين معنا في المجتمع، وخاصة الأطفال اللي عندهم طيف توحد بنسبة بسيطة. هو طفل طبيعي ولكن عنده مشكلة في فرط الحركة، عنده مشكلة في تشتت الانتباه، عنده فيعني من خلال دراسات كتيرة جدا لاحظوا أن الموضوع الفراغ وتصميم الفراغ والتصميم الداخلي والألوان بيأثر تأثير غير طبيعي على الأطفال دول. فبالتالي بنشأ دلوقتي أكتر من مفهوم لموضوع العمارة العلاجية والعلاج بالفن ودمج الأطفال دول وخلق بيئات مناسبة ليهم تشجعهم على التشافي. أنت دلوقتي طفل التوحد ده عايز منه يركز، يبقى هادي عشان يقدر يتلقى معلومة، عايز تخلي الحضانة بتاعته مصممة بشكل معين. حتى الأطفال العاديين، يعني أنا بتذكر يعني يحضرني موقف لبنتي الصغيرة وهي عمرها سنة، الله يحفظها، ودتها حضانة، الله يخليك. دخلت الحضانة مبهرة جدا ومرسوم، يعني حضانة راقية جدا. البنت يومين بكى مستمر بدون توقف، وكل يوم جاية معضوضة، لا مضروبة، لا مشدود شعرها. فإيه السبب؟ الحضانة كانت معمولة معظم ألوانها أحمر، الجدران حمراء، فوشي، ورد في كل مكان بألوان. الأطفال عندهم زي عارف تشتت، يعني حاسين بحركة مستمرة، يعني مفيش مش ألوان هادية، مش هادين، لا الأطفال كلهم طول الوقت تحس الألوان مزعجة، بيجروا بيروحوا من مكان لمكان. زائد ان فيها أكتر من خطأ معماري، يعني أنا طبعا عشان معمارية فلاحظت الموضوع فبدأت أتكلم معاهم إنه في مشكلة في الحضانة، لكن البنت أبدا رفضة تماما تروح الحضانة. نقلتها حضانة تانية، حاولت إنه أنا أراعي فكرة الألوان، أراعي. البنت حبت الحضانة جدا وبقت مش عايزة تروح البيت. يعني الموضوع فرق بشكل غير عادي. يبقى احنا النهاردة لازم نعمل دعوة انه نطبق العمارة العلاجية ومفاهيمها في الحضانات، في المدارس، في الأماكن المخصصة لعلاج الأطفال التوحد. دي حاجة مهمة جدا. حتى الأشخاص اللي بيعانوا من عدم التركيز والتشتت السريع، اللي بيسموهم يعني مش عايزة تسميهم مرضى يعني، بس هم عندهم ADHD، الشخصيات دي لو حطيتها في مكان واسع ومرتفع وفيه عناصر كتير وألوان كتير تلاقيه مش قادر يركز، قاعد يروح فرط الحركة، عنده فرط حركة، مش قادر يركز أبدا، مش قادر يقعد يشتغل في مكان. يعني عايز أقولك الموقف ده كمان حصل معايا لشخص، إنه أنا بقول له المكان مريح وواسع، قال لي لا أنا مش مرتاح، يعني هو حاسس انه مضغوط ومش قادر يقعد يركز، وشويه يقوم يشرب ميه، يقوم ياكل، مش قادر يقعد يركز في شغله. فنقلته الفراغ تاني، انا فهمت المشكله فين، نقلته الفراغ تاني، اضيق شويه، اوطى ارتفاع شويه، ما فيش فيه غير المكتب بس ولونه ابيض، ويعني عرفت تحس الفراغ مريح تماما، ما فيش فيه عناصر كتيره. لقيته قاعد مركز
قاعد يشتغل انتج خلص تقريبا الشغل بتاعه في اسرع وقت ممكن. جميل. طيب كان في مهندسة تأثير كبير. يعني ذكرتي نقطه جدا جدا مهمه اليوم. انت كمهندسه معماريه فلاحظتي بعض التفاصيل اللي يمكن تخص ايضا بنتك فيها. كيف يمكن لولي الامر والذي يمكن يكون غير مختص في هذا المجال يمكن مش مهندس معماري ولا يعني تعمق في هذا الجانب ان يلاحظ كذلك بان ابنه ربما يعني ينزعج من بعض التفاصيل في هذه المدرسه او في هذه الحضانه؟ مهم جدا. ما احنا دورنا النهارده ان احنا نعمل توعيه للاباء والامهات اللي ما فيش اب وام عايزين يعترفوا انه ابني عنده مشكله او عنده فرط نشاط او عنده فرط حركه. انا ابني زي الفل. هو زي الفل فعلا ما حدش قال حاجه. على فكره الاطفال دول بيكونوا عندهم ذكاء خارق ما شاء الله عليهم وعندهم يعني بينبغوا في مجالات صعبه جدا وبيعدوا التوقعات. فدايما مؤشرات الذكاء بتاعتهم بتبقى عاليه جدا. طيب احنا خلينا بس ان احنا نتفهم طبيعه الولد نعمله الاختبارات الصحيحه. دي اول خطوه يعني قبل ما نروح لمهندس معماري او نسال متخصص او اي حاجه من دي لازم اعرف الطفل نفسه. هل هو بيتاثر بالصوت العالي؟ هل هو بيتاثر بالالوان المزعجه؟ هل هو بيتاثر بالاضاءه؟ يعني في اطفال منهم بشوفهم بس مجرد ما يشتغل الاي سي يحط ايديه على ودانه مش قادر يسمع الصوت. اطفال تانيين لاحظت ان هم الاضاءه لو مباشره قاعد يعمل كده بعيونه ويغطي على عينيه مش قادر يتحمل الفكره. طيب انا لازم افهم ابني مشكلته ايه او ايه الحاجه اللي عنده فيها حساسيه او يعني سبب فرط الحركه عنده بيجي منين. بيسبب له ازعاج صحيح. بالظبط ايه اللي بيسبب له ازعاج. اول حاجه يبقى ادرس الطفل. تاني حاجه احنا ما شاء الله عندنا دلوقتي المعلومات على الانترنت كتيره جدا بس مش كل المعلومات صحيحه. فعلا صح. لازم اخد معلوماتي من مثلا رساله دكتوراه فيها دراسه بحثيه يعني محترمه ومعتمده من جامعه معتمده او اني اروح لشخص متخصص وابتدي اتكلم معاه وافهم منه الموضوع بيتم ازاي. يعني في كان عندي عميله بتقول لي انه ابنها عنده توحد واحنا بنصمم البيت فلقيتها عادي حاطه الغرفه بتاعته زي اخواته كبيره وواسعه. قلت لها لا ده خلينا نتعامل معاه. فكانت اول مره تسمع الكلام ده يعني هي بالنسبه لها الموضوع الجديد عليها. بدات تقرا وهي كل مره تيجي تقول لي طب ايه رايك نضيف كذا. طب الموضوع اتشجع لما لقت حد متخصص. فاحنا برضو عايزين نوجه رساله انه الموضوع مش بسيط. الموضوع مؤثر بشكل كبير جدا. الطفل ده ممكن يكون عادي جدا ويندمج في المجتمع ومحدش يلاحظ ان عليه اي حاجه لو احنا اهتمينا بتفاصيل الطفل ده وعرفنا بالظبط ان احنا نتعامل معاه في البيئه المحيطه بيه بشكل صحيح. غرفته مش لازم تكون زي غرفه اخواته اللي فيها كراكيب كتير واللي فيها منطقه العاب لا نحاول انها تكون سمبل مساحتها قليله او متقسمه. يعني ممكن نقسم له منطقة النوم لوحدها منطقة الدراسة لوحدها في نفس الفراغ بطريقة معينة. ما نحطلوش ألوان صاخبة تخليه دايما عنده نشاط وفرط حركة ولكن تختلف من حالة إلى أخرى. بالضبط هي دي يعني الفكرة أن هي الموضوع ما أقدرش أعممه ما أقدرش أقولك لازم نعمل واحد اثنين ثلاثة بس في حاجات عامة. طيب يعني بالنسبة للفئات العمرية الفئات العمرية طبعاً أنا عايزة أقول لك من أطفال لحد يعني ما بيكبروا لحد 60 سنة كبار السن عندهم المشكلة دي. جميل. طيب ما إذا يعني وضعنا مثال طفل يعاني من مرض التوحد هل يمكن أن تستمر معاه هذه العمارة العلاجية أو في طريقة علاجية واحدة إلى أن يكبر؟ لا بتختلف من مرحلة لمرحلة. في أطفال بيبقى عندهم مثلا حاجة لحد مرحلة معينة وبتختفي وبيبقى طبيعي جدا ما فيش عنده مشكلة بعد كده. يعني زي ما قلت لك هي فترة الدراسة والاختبارات اللي بتتم على الطفل كل فترة. وفكرة أنه أنا أربطها يعني أنا هي يعني ممكن يكون المتخصص اللي بيعمل الاختبار بتاع الطفل مش فاهم في العمارة فمش صحيح. قادر يقول لي إيه الموضوع. فأنا أدمج ما بين الاثنين ان انا اخد من متخصص في التوحد واعرف موضوع الاضطرابات اللي عند الولد اعمله اختبارات الذكاء اعمله اختبارات التخاطب الامور دي كلها وكمان اروح لمتخصص في موضوع العماره او يعني هو اكتر بيكون التفاصيل اكتر في الانتيرير. كفراغ معماري امور بسيطه جدا لازم نراعيها زي موضوع الليفلز مثلا. يعني انا بقول لك تكات بسيطه بس انه يعني اللي هي الجنرال ما ينفعش في حضانة أطفال عندهم فرط حركة أروح أعمل لهم ستيب أو درجة يعني ما بين مكان والتاني. صحيح.
حوادث مستمرة بدون يعني بدون توقف، ما ينفعش أعمل لهم الطاولات زوايا حادة مثلا زي تفاصيل الطاولة دي دقيقة يعني تحتاج إلى جدا. فعلا تركيز. عشان كده بقول لك في الانتيرير تفاصيل أكتر، ممكن توزيع الفراغات يكون حتى لو في بعض الخطأ نقدر نعالجه بموضوع الانتيرير. طيب اليوم هل الحضانات تأخذ بعين الاعتبار بمثل هذه التفاصيل؟ الغالبية العظمى اللي واخدين الموضوع بزنس ومجرد إنه بس مصدر دخل، لا طبعا، يعني هو اخره بيدهن الحيطه لون وخلاص. طيب كيف سيلاحظ ولي الامر؟ ولي الامر لازم يكون فطن، وانا بقول لك النت دلوقتي ما يعني ما خلاش حاجه، السيرش تقدر تعرف الموضوع ولو بسمات بسيطه. يعني ما ينفعش احط ابني في حضانه مقسمين الفراغات ارتفاع عالي ومساحه واسعه وحاطين الاطفال مثلا كلهم مع بعض، لا الطفل قد كده فهو حاسس انه الفراغ كبير قوي عليه، لا لازم اراعي النقطه دي. برضو موضوع الالوان، الالوان مهمه جدا. يعني في تجربه اتعملت، حطوا مجموعه اطفال في حضانه وقرروا ان هم يغيروا لون الحضانه كل فتره عشان يشوفوا ايه التاثير، وفعلا حطوا كاميرات عشان يقيسوا تاثير الاطفال. عملوها في الاول لونها احمر، الحضانه الجدران كامله لونها احمر، لقوا الاولاد دايما في حاله حركه مستمره ومشتتين، وكل واحد رايح في مكان وبيضربوا بعض، على طول تحس في حاله غليان. يعني اللون عامل فيهم انه نشاط نشاط مستمر، مفيش واحد فيهم بينام، يعني كلهم صاحيين طول الوقت، في حين الحضانه دايما بيبقى فيه زي يعني ساعه بريك كده للنوم. غيرنا اللون للاخضر، دي تجربه معروفه يعني، غيروا اللون للاخضر. لو الاولاد الاخضر الهادي طبعا، لو الاولاد هاديين وحطوا لهم الطاولات في النص، لو الاولاد متجمعين حوالين بعض وقاعدين يرسموا ويكتبوا وفي وقت فيه هدوء، برضو اللون الازرق كان له تاثير كبير جدا. في وقت من الاوقات قرروا ان هم يشيلوا السيلينج ويخلوا الحاجه مكشوفه بتاعه التكييف، الاولاد بقوا مشتتين وخايفين، في خوف انه في حاجه كتير فوق فيها تفاصيل، التفاصيل دي لازم تبعدها عن الاطفال. فكره الكراكيب وان انت تملى غرفه الطفل بدباديب والعابه، ابدا الموضوع ده غلط تماما، هيفضل طول الوقت مشغول فيها وتكون حاطط له مكتب وعايزه يذاكر. الله. فعلا يتشتت الطفل. طبعا. طيب كيف يمكن الكبير بيتشتت. طبعا كيف يمكن ان يكون الفن علاج لبعض الحالات؟ موضوع الفن ده مهم جدا، وللاسف هو لسه مش داخل قوي في المجال. انا يعني بدات ادرسه بقالي فتره وحابه ان انا ان شاء الله يعني استمر فيه يعني واحضر فيه دكتوراه ان شاء الله. موضوع الفن ده ان في ناس ما بتقدرش تعبر عن نفسها بالكلام. صحيح. يعني ساعات تتسال سؤال انا يعني مش قادر، بس تقدر تعبر عن نفسها بشكل، تعمل طين، تعمل صلصال، ترسم رسمه، تجيب لون وتشخبط باللون ايا كان، مش لازم يكون فنان. طاقات. تفريغ طاقات، تفريغ للطاقة. الأطفال دول أحلى حاجة عملناها ليهم، اللي هم أطفال التوحد وفرط إنه فرط الحركة والاضطراب، دهنا الحيطان كاملة بماتيريال قابلة للغسيل ودينا لهم أقلام. مش قادرة أقول لك كم الفن اللي طلع وكم تفريغ الطاقة، ومش عايزين يعني هم حتى مش عايزين يمكن يلاقوا وقت يلعبوا مع بعض، هم مستمرين في إنه هم مبسوطين إن المكان مفتوح بالنسبة لهم وقاعدين يرسموا. على خد حكايات بقى، اللي مفتقد امه فقاعد يرسم امه وهي ماسكه ايده، اللي مفتقد ابوه قاعد طول الوقت يرسم ابوه، يرسم ما يدور في مخيلته، بيعبر رغم انه مش قادر يتكلم. ففكره التعبير بالفن دي انه انا اشجعه انه يرسم عن موضوع، ممكن اخليه يرسم رسم حر، بس الفكره ان انا احطه في موضوع انه ارسم انت بتحب مين مثلا، ارسم معنى الحب بالنسبه لك، اديله طبعا المفهوم بطريقه بسيطه على حسب سن الطفل طبعا يعني، بس الفكره ان انا اخليه يعبر عن حاجه بمفهومه هو. ممكن يرسم قلب، ممكن يرسم امه لو قلت له الحب. بنتي مثلا من الناس اللي بتعبر بموضوع الرسم ده، ما تقدرش تعبر بالكلام. مثلا مره رسمت بيت وانا شايله البيت، فهي بالنسبة لها اللي بيدور في مخيلتها إن أمي هي الأساس هي اللي شايلة البيت، فيعني شوف تعبير صعب جدا. عميق في حين كان عندها 3 سنين، فيعني لا الموضوع بيفرق جدا، وده بيقول بقى حاجات، يعني بيقول حاجات كتير. البنت أكيد مفتقدة حاجة. صحيح. البنت أكيد عندها وجهة نظر إنه دايما أنا شايفة ماما هي اللي بتتحكم أو هي اللي بتاخد القرارات، أو هي فاهم الفكرة، بتاخد من الرسومات، بس لازم تاخد الرسومات دي وتدرسها. او حتى الالوان، يعني كمان تعبيرات الالوان، الطفل لما يروح يختار لون اسود مثلا ويرسم بيه ويشخبط بيه وتلاقي عنف، لا الطفل ده جواه حاجه لازم تطلع.
ويعني طيب ماذا يولد يعني لما نتحدث اليوم أن هذه الطاقة يمكن أن تخرج من الطفل، ماذا تولد مستقبلا؟ لو هي خرجت من الطفل وتناقشت بشكل سليم وقدرنا نعرف ونحلل ايه الموضوع، ليه رسم كده او ليه اختار اللون ده، أو احنا بنقدر نعالج المشكله اللي عند الطفل ده، فما بيبقاش في اي تاثير بعد كده مستقبلا. بالعكس هي فكره التعبير بالفن انه انا الاحظ ايه اللي الطفل بيرسمه او ايه اللي الطفل بيكتبه او ايه اللون اللي هو بيختاره، او حتى ساعات في طريقه تنسيق لبسهم. في طفل من صغره بتلاقيه عايز يلبس الوان فقع وغريبه، او يلبس الوان امه البينك، يلبس زي ماما، عايز يلبس زي ماما، في خلل. صحيح. فانت بتلاحظ طول الوقت وبتحلل تصرفات الطفل عشان تطلع بنتيجه انه لا، في خلل في الحته دي انا لازم اعالجه. ومش عيب انه انا الجا المتخصص، ده مش معناه ان الطفل فيه مشكله او مريض او لا قدر الله في اي حاجه، الطفل سليم وكلها. بس كلنا للاسف النهارده عندنا سرعه في الحياه، يعني محطوطين في الخلاط زي ما بيقولوا. ففي الاخر يعني في التاثيرات النفسيه دي موجوده، من غياب الأب، من غياب الأم، من الانشغال، من الناني بتاعتها، من واتفر في المدرسة، من حد بيتنمر عليها. انت ما بتبقاش عارف، ما بتبقاش ملازم الطفل النهاردة طول الوقت. وساعات بيبقى تأثير من الانترنت ومن الموبايل ومن الآيباد اللي الأولاد ماسكينهم طول الوقت. صحيح. بيشوف حاجة وهو مش فاهمها فقاعد بيعبر عنها، وهي شغلة تفكيره بس مش ما بيتكلمش ما بيقولش. صحيح. فاحنا نحاول ان احنا نفهم من رسوماته ومن تعبيراته ايه الموضوع. ومش بس الرسم، كمان موضوع الطين والصلصال، واني اخليه يعمل اشكال، ولو حتى مش لازم تكون منتظمة، احنا مش عايزينه يطلع فنان، هي مش ده الهدف. هي فكرة العلاج بالفن انه يعبر بطريقة فنية غير الكلام، وان يعني يخرج الطاقة، يخرج الطاقة اللي عنده. مظبوط. جميل. طيب ربما نتحدث اليوم ايضا يعني عن الثقافة العامة بالنسبة لأولياء الامور. اليوم ربما في بعض المشاكل العلاجية أو بعض الإشكاليات التي يمر بها الطفل كما تحدثنا عنها، ربما طيف التوحد أو كذلك فرط الحركة أو غيرها من هذه التفاصيل، يلجأ ولي الأمر يعني إلى المختص وإلى أخصائي في هذا المجال، وربما يجهل جانب ثاني وهو دمجه مع المجتمع وكذلك تخصيص له هذه الأماكن. فكيف يعني هي يجب أن تكون ثقافة عامة بالنسبة لولي الأمر؟ بالضبط، هي لازم تكون ثقافة عامة. فكرة يعني في ناس مثلا شايفة أن أنا لو وديت ابني الحضانة لا هيمرض، لا هيتعب، لا هيتأثر. لا بالعكس، أنا لازم أخلطه بالناس اللي في سنه. ومش غلط أن أنا أخلطه بالناس اللي نفس حالته. يعني لو أدور على مكان يكون فيه نفس الحالة بتاعة الطفل أيا كان، سواء عنده فرط حركة، عنده توحد، عنده طيف توحد، أيا كانت حالته، أحاول أن أدمجه مع الأطفال الممثلين. ليه؟ لو دي حاجه هتفيده في العلاج او في التطور. بس ضروري جدا انه، لانه كده كده بيختلطوا، كده كده في النهايه الطفل يعني بياخد مش بس من البيت، بياخد من البيئه المحيطه، بياخد من الانترنت، بياخد من الايباد. هل يعني هخيرك ما بين حاجتين، تخلي ابنك في البيت مع الايباد والموبايل، ولا توديه حضانه يلعب مع الاولاد؟ صحيح، الحضانه. انا عندي اوديه حضانه او اوديه بارك يلعب مع الاولاد ويتحرك ويقوم ويلعب في الطين وفي الرمل، دي اروع حاجه. يندمج، وخليه يمشي حافي. صحيح. خليه يمشي حافي. مش لازم يبقى انيق طول الوقت. يعني خلوا الاطفال يلعبوا بالرمل وبالطين، دي عايز اقول لك دي حاجه بتدي طاقه ايجابيه رهيبه. صحيح. يلعب بالميه، يلعب بالطين، يلعب في الطبيعه، يشوف الخضار. ويا ريت لو ندخل ده في بيوتنا وفي تصاميمنا. من العناصر المهمه جدا اللي هي